هنبدأ دلوقتي في الحديث على نظرية هيكل التمويل الأمثل. الحقيقة فيها ديبيت، فيها جدل كبير، وما زال هذا الجدل موجود إلى الآن. ما معنى هيكل التمويل؟ دي عبارة عن مكونات الأموال الدايمة في الشركة، وتشمل الأسهم العادية والممتازة والأرباح المحتجزة والقروض طويلة الأجل. ولو في جزء بياخد صفة الديمومة أو الاستمرارية من القروض قصيرة الأجل أيضا بيخش في هذا المكون. ليه احنا بنهتم بالتغيرات في هيكل التمويل؟ ليه بنهتم بتغير نسب التمويل في الشركة؟ لأن ده له تأثير على الشركة نفسها وعلى تكلفة الأموال بتاعتها. المدير المالي دايما بيحاول يصل إلى ما يسمى بالمزيج الأمثل للتمويل، وهو المزيج اللي بيعظم القيمة السوقية للشركة. ايه النظريات بتاع هيكل التمويل الأمثل؟ السؤال بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه اساسا، يا ترى نسبة الديون في هيكل التمويل او الرفعة المالية اللي موجودة في الشركة، هل لها تأثير على قيمة الشركة وتكلفة الأموال فيها ولا لا؟ ده السؤال المحوري في نظريات هيكل التمويل. في عندنا ثلاث نظريات. المدخل التقليدي بيقول لك ايوه في هيكل تمويل امثل لكل شركة. في مدخل الأستاذين موديجليان وميلر، وبرضه احنا اتكلمنا عليهم لما كنا بنتكلم في سياسة توزيع الأرباح. وهنا بيقول لك في حالة عدم وجود ضرائب تدفعها الشركة، لو ما فيش ضرائب الشركة بتدفعها يبقى ما عندناش حاجة اسمها ما يسمى بالهيكل التمويلي الأمثل. كأنه بيقول إن الجدل حوالين هيكل التمويل الأمثل ده متوقف على الشركة بتدفع ضرائب ولا لأ. المدخل المعاصر بيقول لك لا، في هيكل تمويل امثل لكل شركه. المدخل التقليدي بيقول ان عند نقطه معينه في هيكل التمويل لو زودنا نسبه القروض فيه تكلفه الاموال بتنخفض وقيمه الشركه بترتفع، وبعد هذه النقطه لو انت زودت الرفعه الماليه او زودت نسبه القروض في التمويل بيحدث العكس تماما. الشكل البياني اللي بيوضح هذا الكلام، عندنا محورين: المحور الأفقي الرفعة المالية اللي هي نسبة الاعتماد على القروض، والمحور الرأسي تكلفة الأموال. هتلاحظ ان بالنسبة لتكلفة الديون بتاخد الكيرف التصاعد اللي انت شايفه ده. تكلفة الملكية بنفس الحكاية بتبقى أعلى شوية. لو جبت متوسط للتكلفتين مع بعض بيطلع لي متوسط تكلفة الأموال. طيب الشكل التقليدي لهيكل التمويل تأثيره إيه على القيمة السوقية للشركة؟ زي ما أنت شايف كده في المنحنى اللي طالع، إن أعلى نقطة بنزل منها بعمود بصل إلى نسبة القروض إلى رأس المال المملوك اللي عنده، بتبقى قيمة الشركة أعلى ما يمكن. موديجلياني وميلر قال لك والله لو إحنا قلنا مفيش ضرايب عندنا في الشركة إيه اللي هيحصل؟ قال لك إن هيكل التمويل ده غير مرتبط بالقيمة. غير مرتبط بالقيمة. بيحدد هذا الكلام. دي تكلفة الديون. دي تكلفة الملكية. التكلفة المرجحة اللي هي المتوسط ما بين تكلفة الملكية وتكلفة الديون بتاخد شكل الخط المستقيم ده. بالنسبة لقيمة الشركة نفس الحكاية، خلي بالك. جميع الهياكل التمويلية مرغوبة وعلى حد سواء، يعني الراجل الاثنين بيقول لك ما توجعش دماغك بالنسب التمويلية اللي انت ما بين الملكية والديون، أي نسبة موجودة مرغوب فيها ومش هتفرق نسبة من نسبة. هذا الكلام الحقيقة عشان نتقبله هناك بعض الفروض غير العملية اللي بتحكم هذه النظرة، خلي بالك فروض غير عملية بتحكم هذه النظرة. التكلفة المرتفعة للملكية بتعوض انخفاض تكلفة الديون. الفكرة دي، تكلفة الديون منخفضة ولكن من الناحية الثانية تكلفة الأموال المملوكة مرتفعة، وبالتالي الاثنين بيعوضوا بعض، وده بيؤدي إلى ثبات التكلفة المرجحة. بعد كده موديجليانو وميلر قال لك طب احنا هناخد الضرايب في الحسبان، فحصل نوع من الكوريكشن، نوع من التصويب للنظرية بتاعتهم.
قال لك ان القروض هنا فيها ميزه كويسه قوي، ان الفوائد بتاعتها بتخصم من وعاء الضريبه، وبالتالي بتقلل من التكلفه الحقيقيه للقروض. الوفر ده بيؤدي الى زياده القيمه، وبالتالي الشكل اللي انت شايف كده هو تكلفه الديون بعد الضرائب اللي هي كاف دار واحد ناقص ضاد، ده تكلفه الملكيه فوق. التكلفه المرجحه زي ما انت شايف انها بتقل كلما زادت الرفعه الماليه، يعني كلما زادت نسبه القروض في الهيكل التمويلي التكلفه المرجحه بتقل نتيجه الوفر الضريبي اللي هم قالوا عليه. القيمه بتاعت الشركه، نبدا بناخد القيمه بتاعتها، ان الفرق ما بين القاف ميم والخط الراسي اللي فوق ده عباره عن القيمه الحاليه للوفر الضريبي. الجزء التحتاني قيمه الشركه المموله 100% بالملكيه، وبالتالي بنقول ان قيمه الشركه بتساوي القيمه بتاعتها حسب التمويل الملكيه بتاعتها زائد الوفر الضريبي اللي هي بتستمتع بيه. ده معناه هنا في القيمه بتاعتنا هنا ان قيمه الشركه تبقى أعلى قيمة ممكنة في ضوء فرض غير واقعي، وهو إن نسبة الاقتراض عندك تبقى 100%، وهذا شيء غير واقعي. المدخل المعاصر يقول لك لأ، في هيكل تمويل أمثل أو على الأقل مدى مثالي، يعني رينج أو مدى مثالي من نسب التمويل بالقروض لكل شركة. قيمة الشركة المقترضة هنا هتساوي المعادلة بتاعتهم الشهيرة، قيمة الشركة كما لو كانت ممولة 100% ملكية زائد القيمة الحالية للوفر الضريبي ناقص القيمة الحالية لتكاليف الإفلاس ناقص تكاليف الوكالة الناتجة من الفصل بين الملكية والإدارة. الفكرة دي قدامنا، دول المحورين، ده بالنسبة لقيمة الشركة الممولة 100%. الجزء اللي قدامنا الآتي، في عندنا القيمة الحالية للوفر الضريبي، وفي عندنا القيمة الحالية لتكاليف المحنة المالية أو الإفلاس. الكيرف ده عبارة عن القيمة الحقيقية للشركة. خلاص يا فندم، أشكركم يا أولاد، وإن شاء الله نتقابل في مرحلة علمية متقدمة بإذن الله.